أهلا وسهلا بكم. توقعات جمعيات للعام 2022 الخاصة بجمهورية مصر العربية والأخص لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس السيسي. في الأول والأخير لا يعلم طبعا الغيب إلا الله وحده، ولكن أهم التوقعات للعام الجديد بالأخص للرئيس هتكون بتقول سنة كبيسة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت بأنه سيمر بظروف قاسية للغاية نتيجة عدة قرارات خاطئة سوف تتخذ من طبعا قبل الدولة، أهمها هو عقد اتفاقات مع دول الخليج العربي، وهي ما ستتكبد عنه جمهورية مصر العربية خسائر فادحة. وكما قالت بأن هنالك عدة محاولات تدخل من قبل دول أفريقية من أهمها أثيوبيا، واللي بتسعى للإطاحة بالحكم من خلال ضغوط، عدة ضغوط هتكون هي السبب في الرئيس في إضعافه وإضعاف موقفه أمام الشعب المصري. وكما قالت توقعات جوعياد لعام 2022 بأنه سيكون للأسف في مصر عدة تظاهرات في الشارع المصري من قبل الشعب المصري اللي هيقف وراءها، والمحرض ليها هم الإخوان المسلمين كعادتهم هادفين من ذلك استعادة الحكم لمصر مرة أخرى والسيطرة على الحكم طبعا من قبل الدولة، واللي هم بيسعوا ليها من قبل عدة سنوات. وبتقول ان على الرغم من محاولات الرئيس تنمية العلاقات مع الكثير من دول العالم، الا انه سيكون هناك عدة تعقيدات في بناء هذه العلاقات سيما مع ليبيا السودان اثيوبيا، وهذا ما سوف يعقد من مهمة بناء العلاقات، فكون مصر تمر بعدة نزاعات حدودية مع ليبيا والسودان واللي بتعاني من مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا، كل ده سيعزز من أهمية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمر، حيث سيعمل بايدن على تسوية النزاعات وإقامة العلاقات بينهم. وقالت توقعات جعياد السياسية لمصر للعام 2022 بأنه سيظل هناك مشاحنات حدودية وإقليمية بينهم لنهاية عام 2022. دي كانت أهم التوقعات لمصر يعني لحكم الرئيس أو للحكم، ونتمنى عام سعيد للجميع. شكرا جدا.